يوسف واش يبغي تاكل ها جيان هذا السوف جيان ما تعيط ها بندي ها هاك يوسف هاك كوكو هيا كل كل عندك تاع الدنيا وهذه الفايح واش عارفك حشيشي انت تحب الحشيشي وعد البندي ها هاي هاك صحتك هاي ندير المكادو هنا هاي هاي صح افطارك هذا الباندي كاش ما تسحقو بابا ما يخصو والو انا على خاطر ادوق نروح البزريعه ونعاود نرجع ما نطولش ما ننساش ايه ايه بعتيه ولا نتفاهم معاه وليش تخلقي روحك ايه ايه صح صح هاي بقى على خير سي رابح هلا جوز سي سليم راح طلبك في التليفون الله يعطيك الصحة الله يسلمك أنا جاي بارك الله فيك عايشة غير الخير سالي غير الخير عمي ربح الله يسلمك واش راك الله يسلمك على بالك يما والله غير فرحانه بزاف بالخدمه ديالك قول يعطيك الصحه ايه الله يبارك الله يبارك انا من بكري في الله ونحب الارض يا ربح من الوقت انت تخدم في المصنع مع بابا والله ما كنت عارف اللي تخدم الجنان هكذا وهذه هذه خدمه سهله ما شوارع هذه قول واحد عطريه يعني والله ما عطيت لكل واحد عنده يدي باش يخدر الحشيش ويورد الورد القايمة وصاتني باش نقول لك لا تقدر تجي عند خالتي عندها خدمة في الجنان. سليم لو كان تسمح لي شوف دوك راك عيان عمي ربح تقدر تستنى. لا ما فهمتنيش. أنا راني مسعد نخدم وين تحب. وين ما طايط الخبزة بنادم لازم يتبعها خصوصا اللي كي بحالي. بعد ما خرجت من لانتريت من الصناعة ديالكم راني ما نلحقش. الحق. عمي ربح حنا شوف اللي علينا درناه ونديروا لي دوك لا تقول وليدك يجي يخدم في بلاصتك هنا في المصنع باش يعاونك شويه يكثر خيركم على كل حال هذا الولد اللي تعيب راه يحلم بالخارج كيما الاخرين ما حبش يتعلم كالصنعه باه يعاونني انا نقول لك الحق والله لا عييت 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 اخويا عييت عاد قلت لك لا راك عيان خلي هاي خالتي تصبر على كل حال ماشي غدوة اللي نروح على غدوة راني حاب نزور الحاج عمار شكون يسبقك للخير على بالك يشوفك ولا غير موت بالفرحة واش القصة عليه شوية ضر ولا لا بس لا بس العملية قيل عملها ليه في فرنسا لا كان قلبه مسدود عرق ما لا سرحوه له الحمد لله الحمد لله على كل حال حافظوا عليه مليح يا وليدي
باباك راهو كنز قليل الناس اللي بحاله، فهمت؟ ربي يقدرنا. غدوة بعد الظهر راني نجي نزورو، وبعد غدوة عمي رابح زيد كلم وليدك بالك يهديه ربي يجي يخدم لنا في المسرح غير باش يعاونكم. انا راني غسلت يدي عليه. زمان الناس كانت تفرح كي زاد عندها الذكر باه كي يكبر يعاونو، ودرك بنات يعاونو والديهم خمر رجال. كاين انا بنتي الكبيره يا ما عاونتي ما، ودوك راهي كي العرسه رافده الدار فوق دارها، راهي تعاوننا بشويه خياطه هاك وهاك. مالا شويه لاباس يتعاونكم زعما؟ في الحقيقه ما تشكرش وشنو، ما عندناش بزاف مشتريه وما يخلصوش مليح الحق. عمي ربع شوف انا نعاود ونشد كلمتي، دوق لحمد ما حبش يجي يخدم، بعد بنتك هنا تخدم في المصنع راهي مع البنات في الخياطه. طول عمركم وانتم ناس ملاح من بكري. على كل حال العشيه راني نكلمها، ها ما تنساش تسلم لي على الحاجه. ما ننساش. هاي صح، بقى على خير. على خير عمي. على خير ودي، بقى على خير. زوروا بالحكم عليا أنا الولية، الشغل والحجر عليا أنا الطفلة. زوروا بالحكم عليا أنا الولية، الشغل والحجر عليا كي عدت طفلة. زوروا بالحكم عليا أنا الولية، الشغل والحجر عليا أنا الطفل. نعرف نغني حتى أنا. شفيقة الشغل ليك بصح الغنى خاطيك. زوروا بالحكم عليا أنا الولية، الشغل والحجر عليا أنا الطفلة. ليلى 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 عاودت حبسات. حنو نروح عيط للناصر قولوا له يجي يسقمها. الناصر ما كاشو. وين راح؟ راح عند دار ليلى يسقم لهم في التلفزيون. يا ربي عمري ما راح نكمل هذه. اسمعي روحي قولي له ما راح لي في ليلى تشوف ولا ما تشوفش التلفزيون. انا حوايج الناس قماشاتهم راهي مخبيه في الاخرى في الخزانه. نوضي روحي عيطي له. حنو سامطا راني رايحة يا اختي شفيقة، راني رايحة نعيط لخويا ناصر، راني رايحة باش يسقم لك الماشينة، راني رايحة يا يما طلع عليا ولدتي لي مصيبة. نوضي 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 طير طير عليا. غني غني شفيقة. قد وقت عمتو زيد لي شويه غاز. معليش فايزه. لا فايزه شفت كيفاش وليت؟ زيد الغاز مع الماكله راح تولي لك ما تخزرني في مامي ني في بابي والو. وعلى بالي يما كي ما كنتش هنا. لا 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 اما لا غدوه يجي الحاج رابح يروح عند اختي. ماشي غدوه، غدوه يجي يطلع على بابا. شو يجي يدير هنا؟ يجي يطلع عليا يكثر خيره. ايه صح جنان مليح ما نصيبوش بحال. ايه مسكين في اخر عمره وباخذ التقاعد راهو يتعذب مع هذاك وليد وهذاك اللي رايو تالف. هاك يا امين هاك شوف. لي غير سي رابح غير كاش ما خص. مبركه شوفي طلعي الدراري وردي بالك عليهم
يغسلوا مليح 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 سنانهم. مباركة تعيشي. شوفي أمينة ولا دارت الفرد نتاعها. فيصل الرياضيات والقواعد شوفي تحقي مليح. كون متهني فيصل تلميذ نجيب 100%. هاي وضو كاش ما خص؟ ايه شوية هكذا وجدنا على تاي. صح ما تنسيش النعناع كالعادة. كون متهني هاي وضو هيا يلا. قريب قلت لك اعطيني نشال يا اخي. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اخي قال لك الطبيب بلي هذا الدخان هو سببك. الله العظيم عندك الحق. هذاك الحاج رابح ايه راهو لاباس عليه يا اخي. خذ التقاعد خير من الناس كامل. ايه ودراه راهو يربح كي يجي يخدم عندنا الجنان ويزيد يخدم الجنان تاع الناس وزيد تكلمت عليه الاختي باش يروح يخدم عندها. صح يما صح صح عمي رابح وفرحك في الخدمه. الحق جنان مليح بصح جاب لي ربي باللي راك تخمم عليه اكثر من اللي تخمم على روحك. شوف التهب روحك انت اللي راك محتاج راحه. راني الحمد لله يا عائشه العملية درتها ونجحت ورزقي راه واقفين عليه ولادي. علاش تحبيني نتقلق يرحم والديك علاه؟ ايه انا قلبي عليك وانت قلبك على الناس. قول لي يا سليم وليدو هذاك مصلح رايو جاي يخدم ولا؟ لا والو. وشنو عرفت من باباه باللي بنته خياطة وممكن تجي تخدم عندنا؟ شفيقة وتعرفي يما خياطة هكذا بنت عمتي خيط التخوص تاعها عندها. ياه ما قلت ليش باللي بنت رابح الخدام هي اللي خيطت التروس الوهيبة. خلينا من هذا الكلام عايشة خلينا يرحم باباك. نخليكم ايه نخليكم. هذا رابح رديته زاعم هو ولاده جنان وخدام مليح في المصنع يا دلة. صح اوف عييت اما لا تصبحوا على خير. شي بسلامة يما. وحدها عايشة يما كون ما تبدلش. الله تعجبني 40 سنة معاشرة معاها وهكذا. وش من الخير؟ هادوك يجوا منا ومن الخير؟ يا وليدي نعل الشيطان. الناس خيرهم سابق وحبوا يعملوا الخير كي يخليوا اختك تخدم وانت راك طاير. واش من الخير يا يما واش من الخير؟ بابا حياته كاع هو يخدم عندهم شاب ومازال يهمبر عندهم وتسميهم ناس خير. خلينا غيط غيط على روحك غيط. انا خدمت عندهم وبحقي واليوم يكثر خيرهم كي راهم قبلوني نخدم عندهم بجنايني. زادوا وصاو حتى ناسهم وعائلتهم باش انا نسكن بجناين ديالهم وبداك السردي الزايد اللي باش يعيشوا خاوتك فهمت؟ وتعيش انت ثاني. بديتي بديتي تهبلي فيا ما يجوش النهار وين ما تعيرينيش. لو كان راك قبل تخدم ما تسمع لهذا الكلام. واش يخصك دوكا يا رحم بابا واش يخصك؟ شيخ انا ما ندلش روحي لهذوك الزواخين حاسبين روحهم مانيش عارف واش. ووليدهم يضل يبدل في الكرارس تقولش يكسب كاع الدنيا بصح غير انا غير انا اللي ما يكسبنيش. لو كان راك قبل تخدم ما تكلم هذا الكلام هذايا. انا نقبل نقبل نضرب الشيفون عند ولاد سيدنا عيسى وما نبقاش هنا. هيا امشي واش حلات لك انتيا. هيا امشي امشي هيا ريح بالي يا ولد. وش بيك؟ اسمعي اسمعي انتي اسمعي خمم لي خمي. شوفي الى هي راهي قبلت غدوه تبدا تخدم انا رد الجواب وغدوه تبدا تخدم. واش الشيخ منك بصح؟ لا جوز غير هادي غير هادي اللي ما تصراش. اسمع اختك طول حياتها وهي انا معانا وعمرنا ما قلنا تخرج تخدم علينا بصح الوقت صعب. واش يقولوا الناس ها؟ واش يقولوا الناس؟ اختي تخدم عليا وتوكلني ها؟ هما رانو تخدم انت ما سم تحط لي الموس في الرقبه. ابا 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 ابا
هاي امشي هاي هاي اما هادي لي ضاه يا امي واش نعمل له انايا واش ندير هذا ما غير العقول يزيد يدخل روحو فيا وين راك رايح في الليل واحد ما يدخل روحو فيا ها هاي يا امي هادي ابا ابا ام 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 هذا قالك حمي ضحك وهي بكي هاي زيد لي ضحك انت يا عمي اللي زيد يبعه انا عمي انا عمي زيد لي همك انت زيد لي همي هاك صحي صحي زيد غلي انت ثاني عليا هذا اما ما ايقاك وكاع تحكموا فيها هذا ما كان امان زيد انت ثاني عمي ربح خصك تاع الطبيب كلها من بعد نجيبو لي كاين حاجه يا وليدي تولمت ضهركم شويه ثقيله سعفوها راه عمرها ما خرجت تخدم برا لا تخممش عمي ربح مع الاول كامل يبداو تقال هم بعد يتسرح حاجه الفياقه صغرها فايقه تتعلم بالخف عمي ربح شوف روح متهني ياك تعرف فايزة وهيبة هم يتكلفوا بها هم بعد ولا غير تصيب روحها عمي ربح راني هنا الله يعمرها الدار يا وليدي بلا طال اخي سلام عمي ربح مرحبا بك صح وليدي ناصر وليدي يعني جبت لك قهوة اصبح وانت تكسر في راسك مع هذا قعد راسك يما انا رايحة تبقى على خير ايه بسلامة اسمعي ما تنسيش تجيبي الخبز معك وعلاش ما تجيبوش انت انا نطول عندي استدراك خيت مسخير استدراك جيبيه معك فهمتي هذاك اللي قالوا ندهت القط نده زيرو كذاك انت انا مشغول مالا كيفاش يما ما نروحش للاستدراك لا لا بنتي روحي نسناوك حتى ترجعي نصبروا ما ناكلوش تبقاي على خير يما لازيو سلامة بنتي عايشك على خير ها شفيقة ياك تعرفي ملح المضربي القي لها البلاكا في صدرها بالاسم والعلوان باش كي تبحر يصيبوها برك ما تمسخر بابك كبر وعيان ولو كان عطا ربي انا راني نخدم ايه شوف ماما تبات تهاو شفتي خدمو يعطيك الصحه ولي بابا تبات تهاو عقولو جا منو الخير ها هيا امشي امشي نوصل بابا تتا بابا أنت بعد تجاب بفه يا بابا أبي بابا أبي بابا أبي كنت راح نرميه انا كنت راح نرميه اما هاك سكمتو يعطيك الصحه دوك اليديدات الله يسجيهم وليدي باش نقول لك جارنا هذاك عليه انا بابا قال لك الا تخدم له الماشينه تاع الحوايج
مسخير. السلامة سي رباح جوز، مرحبا بك. الله يسلمك طول عمرك يا عيشة. لو سهلة لو سهلة. الله يسلمك. جوز مرحبا. جوز مساء الخير. مساء الخير. سي الحاج ما عليه. جوز يجلس سي الحاج. ما عليه. جوز. على سلامتك خويا رباح، على سلامتك خويا. أيه سي الحاج ريح. أيه اقعد قدامي خويا رباح، اقعد قدامي. واش راكم لاباس؟ السؤال عليك تا. الحمد لله. واش حالك تا؟ لاباس. بركة. الحمد لله. تشرب قهوة؟ أي خويا ولا غير كيش ما شقاش كيش شتك هكذا لاباس كاع الدنيا ما فيها. بركة جيبوا لي قهوة، جيبي لي قهوة. معليه معليه، قهوة السي رباح غير أنا اللي على بالي بها. الله يطول عمرك يا عيشة. أي يا سيدي هاي مباركة تسكلف بيك تحافظ عليك انا يا زلمه. الله يبعد عليها العين. احكي لي كيفاش، واش راهي الحاله، كيفاش، واش راكم، راكم خير يا خويا؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. ايه الحمد لله غايه. وسمعت بلي بنتك الكبيره راهي بدات تخدم واقي. انا ماه الله يكثر خيركم. واش من خير يا سيدي، واش من خير، خيركم سابق انتم اللي سبقتونا بالخير. واش من خير حنا عندنا، واش من خير يا رباح. الناس الصدق والامانه بحالك قلال، ما بقاوش كامل. لا حصل حصل. ايه وانت واش حالتك، صحتك؟ الحمد لله رانا الحمد لله يا خويا. ولا غير سمعت باللي راك عيان يا خويا، ما خلانيش خاطري نجي نزورك. وانا والله نفرح كي تجي هكذا تزورني، وشوف غير ما تنجمش تعرف كيفاش محسوب قلبي. طول عمرك ربي ربي يكثر. يا خويا رباح الله يطول عمرك يا عيش. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك الحاج. أعطني مغرفة من القطر باش نحرك. هذا ايه يا حالك ويبا زدتي جبتيها فين؟ كتاني ديك اليد شحال من اللي نشفي عليها مكسرة ومازال ما سقمتوهاش. هذا الكلام قوليه لخوك احمد اللي ما يصلح الوالو، باباك مسكين ما يلحقش وهو ضرب الدنيا بركلة. امي يا ابي. سلامة وليدي. انت يا ابي كيما تعرفها هاي راح تيجا. أما تعبي بي بي أمبه أنفض دار أبجر اللغة بوة أبو لأيها. خصني غير همك انت يا عليها نعمة أمي يا أبي ما أني يا أبو أني يا أبو. إيه المشينة تعال شا خدمتها له. يعطيك الصحة يا أبي، يعطيك الصحة يا سجيك أبي. شوفي الله يبارك شوفي. والله ما كل لو عقل جبينه هذا يعطيه الصحة، مال في يخدم في جوايا اخرين ما يخرج مسكين هكذاك. هذا يعطيه الصحة خلصوا هكا بابا هكا. هذو تاعك هذو ليك انت مصروفك صحة وليدي. لا لا تديهم شد على يماك جيك صحة وليدي. يما كان تزوج خويا احمد بلاك يعقال باه ووين وكيفاه؟ شحال اللي تزوجوا في الضيق يا محسوب غير الضيق، والعروس يجيبها بطل، وشكون اللي تندب عليه وهو لا خدمه لا قدمه؟ شحال تكبروا الحاله انتم. انت اللي راكي تهضري في المحال فيقي. محال ما كاش المحال، مدام شفيقه وخرجت تخدم كل شيء ممكن. شفيقة شفيقة النية اللي طول عمرها مدفونة في الدار تخرج وتخدم كيما هي كيما البنات الاخرين. لا 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 ماشي كيف كيف يما. شفيقة شغل شغل طنها شغل. اسمعي الا جيتي على هاد الشغل وتروحي لدارك
بوه يما انا جيت نفرح لاختي اللي تعلمت تخرج وتخدم. خرجها السيف والاحتياج، باباك كبر وعيا وخاوتك غير اللي ياكل ويلبس. روحي روحي شوفي التليفون. الو انعم شكون؟ احمد؟ لا لا ما كانش احمد. شكون نتايا؟ العيد نقول له صاحبو العيد. مالي خويا مالي، يعطيك الصحه، هاي يبقى على خير. شكون؟ يحوسوا على احمد صاحبو اسمه العيد. ها لو كان عطى ربي احمد هو اللي يعاون بابا. خليني من لا انت اللي فششتيه علينا. حبسي ماشي كيف ربيتو كيما ربونا والدينا مع خوتنا، واش معناتها فششتو؟ حبيتي يخدم شغل مع البنات؟ غير يخدم خدمه الرجال برك. بصح انا واش دخلني ياك، انتم اللي تمحنوا به. الله يا ويفيق. بقالو الما يحمى. ودرك جيتي تحاسبيني؟ بوه يما انا جيت نفرح لاختي شفيقه اللي تعلمت تخرج وتخدم. ايه صراحه على شفيقه، لو كانت زوجه شفيقه كي كانوا يخطبوا فيها، لو كان دوك هي زوجه ولادها. انا اللي كنت سببها باش اليوم راهي هنا معانا. كي عادت هي البكره استحليتها تعاوني في تربيتكم. كي لحقت 16 سنه جاوا يخطبوها ورديتهم، ومن بعد في 17 سنه زادوا جاوا يخطبوها زدت رديتهم. قلت خالي تزيد تعاوني حتى تلحق للعشرين وربي يسهل. هسه كي لحقت 19 سنه عادوا الخطابه ما يجوش. ما تروحيش طيبه عشا ولادك؟ علاش نخمم معاهم جدهم وعمتهم؟ علاش نكسر راسي يا بنتي؟ لو كانت لنا على الشيطان خير لك. وعلاش واش راني دايره؟ قال لك اذا حبيبك عسل ما تنحسوش الكل، عجوزتك ولوستك ملايكه وعمرهم لا شتكاو منك. انا ما عندي ما درت. وانت غير تعبي عليهم، حرام عليك. عين ربي راهي تشوف. يما قلت لك ما عندي ما درت انايا، نهار كامل وانت برا برا وبلا شغل. هذو السواق هذو حباباتك، هنا عندنا كي تجيبي العشيه وهما يربي ويغسلوا ويوكلوا لولادك، حرام عليك. ولاد وليدهم معلوم يرفدوا معايا. على حسب ما راني نشوف راهم رافدينك ورافدينهم. يما انا جيت نفرح لاختي شفيقه، جيت نشوفها وقيلا ضايقتك. ها ما ظنيتش بلي تدخل بكري شفيقه، وما شكيتش بلي تقدر تخيط لك على خاطر دوك راهي تخدم. قال له الصب، قال له ما لحسناش كاين خياطات. معلوم كاينين، وهذوك تعرفوا تخلصوهم. كاين تيكي هذاك راجلك المشحاح. شوف انا مانيش مال في خمس شفيقه. وقتاش وبقداش؟ صباح الخير عليكم. صباح الخير صافيه. السلامه بنتي. واش راك حميده؟ شحال شباب جبتيه لي ليا؟ نحي يدك انتيا، خصني غير همك. العقل على اختك يا اخي. مشحاحة يا اخي. صافي يا بنتي، روحي يا بنتي لبيتك روحي. روحي لبيتك. ايه نوض 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 روحي لبيتك. هيا امشي. شحال صامطة هذه الطفلة؟ تشبه لك بعيد الشر. بسلامة، بقاو على خير، وغدوة إن شاء الله راني نرجع. وأنا يهديك ربي تشدي دارك. سيدة عندك
فايزه استنى لي دوق نجي. ما نستناكش، وقيلا نسيت بلي ياسين راه يستنى فيك في الدار. اوهو اسمحوا لي، يبقاو على خير. سلامة شفيقة. سلامة. هذاك خوها هذا؟ هذاك هو أحمد خوها. ما تشبهلوش. معلوم، شفيقة شابة عليه. باه أسبقيني. لاقي لي بقرة وينك رايح؟ مش كاين، مش كاين. واش بديتي تخدمي وليتي توقفي لي برا مع رجال؟ كنت نهضر مع فايزة. تهضري مع فايزة يا وسي خونا هذاك؟ خو فايزة. خو فايزة يا شوفي، نزيد نسيبك واقفة معاه نكسر لك رجليك، فهمتي؟ هيا امشي للدار، امشي. هاي فايزة، ياك ما زعفش عليا ياسين؟ لا لا بوه، وهذاك البنيان قريب يخلص ولا حلات له الحالة كيما راهي؟ يما واش من الحالة اللي تحلالو وحنا يا عاقدين عندنا 4 سنين؟ ايه نهار اللي خطبوا فيك هادوك اللي عندهم مالهم وسكنانهم وحتى البابور اللي يديهم حتى لفرنسا ما حبيتيش. يما ياسين اللي يتفاهم معاه، ماشي هذاك الجغوغو اللي راكي تهضر عليه. ايه هذاك الجغوغو اللي راك تهضر عليه راهو حل مصنع في فرنسا، هذا بلا المصنع اللي عنده افريقيا. هذا القفازه وهذا الفهامه عندك انت يا وليدي جغوغو. اه يما اللي فات مات. ما فات ما مات، انت عجبك هذاك المفلس اللي تاكل عليك باش تخدمي. يا قلت لك شحال من مره ما رايش تخدم، راهي تراعي في مالها مع اخوها. حمدي ربي يا مراه، حمدي ربي. ايه نحمد ربي. معلوم لو كان ماشي بنتك ووليدك هداهم ربي، كي طحت انايا في الفلاش شكون اللي يقوم برزقنا؟ شكون؟ ماني. وليد نشريه لوليدي غدوة تسيبو في دوزانك. ليه؟ ليدو واش راك تدبر مع يما؟ انا تاني يما. ايه هكذاك بوه بوه على الوك معك. انا نشري لوليدي على خاطر قرا مليح. شوف غدوة الصباح تصيب الدراهم في دوزانك نتاع القراية. ها؟ يما هاي راكي تفشيه بزاف، وشوفي اخوك نقصي له الماكلة، شوفي كيفاش رجع. شوف خليه يروح يرقد. هاي روح ترقد روح. ولي خلص حق الفشوشي. صباح الخير. هاي صباح الخير. أمونا سي سليم، شوف هاي هربت. ها هربت لي درك. أو وعلاش؟ ما حبتش تراجع دروسها. بنتي ما تفهمناش هكذا. رجعت. رجعتي مفعول به منصوب. مجرور مجرور مجرور. يا أنا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. شفتي شوفي كيف بركة تقول لك منصوب غير نصبي. راح نصبي دوك. يا تبوز تاع بابا. يا وليدي يا وليدي، لو كان غير ربي يهديك. بقرة اسمع اسمع اسمع، الكلمة ما تجيش عاودة. ها فايزة يا بنتي، ما راناش محتاجين خديمة. سيدي ما تسكتيش، نكسر لك رجليك باش تريحي في دارك. هذا هو المكتوب. على بالك بلي المستقبل ديالك راه في يدين اختك.